عزيزي المشاهد مساء الخير. لقاء اليوم في برنامج أمس واليوم وغدا مع مطربة ذائعة الصيت تميزت بصوتها الحنون الدافئ وأدائها العذب المتمكن لما تملكه من إمكانات صوتية متميزة ومتفردة. لقبت بمطربة الأسرة عندما غنت للأم والأب والزوج، وأطلق عليها أيضا اسم كروان الشرق. لقاؤنا مع الفنانة القديرة فايزة أحمد. وكما تعودنا في حلقات البرنامج السابقة من أن نعيش مع ضيوفنا في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، نتعرف من خلال هذا اللقاء على ذكرياتهم وآرائهم وأفكارهم وأحلامهم. أهلا وسهلا مدام فايزة. أهلا بك حبيبتي. نحن سعداء نلتقي في هذا اللقاء، ونرجو أن تحددي نقطة البداية التي نتحدث منها، خاصة ونحن نعرف بأنك بدأت تهوي الغناء وسنك 4 سنوات، هل صحيح هذا؟ صحيح. هو فعلا أمي اكتشفت موهبتي، طبعا أنا مش واعية، والماما عندي 2.5 سنين لقيتني بغني، فطبعا حست إن في موهبة. بعدين ماما كانت والدتي الله يرحمها كانت سمعت سيدة الغناء أم كلثوم في مسرح في بيروت عند الجاك أحمد الجاك، فماما كانت معجبة جدا بأم كلثوم، فبتقول ماما إنها شافت ليلة القدر ودعيت لربنا سبحانه وتعالى إن يجعل صوتي حلو زي أم كلثوم وأبقى بشهرتها وأبقى مطربة ناجحة. ف يعني فعلا من يوم ما انتشأت أنا بسمع القصة دي، وما فيش حد طبعا في عيلتي عنده صوت حلو، وبعدين فعلا كان تحمسي للفن غير طبيعي. يعني كنت مثلا عندي 8 سنين كنت بعزف عود، جيل اسمه عمر الضرير كان علمني العزف، بعد 4 أيام بالظبط رابع درس فاكره بالظبط انا دوزنت العود لوحدي. طيب هل كان العود كيف كنت تحصلي عليه؟ هل كان في بيتكم مثلا عود؟ ابدا، انا طلبت من والدتي تشتري لي عود، فجابت لي عود صغير كده على قدي. ويعني فعلا امي كانت كل شيء في حياتي، كانت دايما بتجيب لي اسطوانات بتغذيني اني اسمع دايما اغاني، واغاني كمان دسمه، عشان كده يعني في البيت كان دايما في اغاني اسمعها باستمرار، كانت حاسه ان في موهبه في البيت، وزي ما هي طلبت من ربنا سبحانه وتعالى الله حقق امنيات. سبحان الله. طيب هل صحيح كنت في احدى المدارس يعني مدارس البنات وكنت تغني لزميلاتك الطالبات؟ صحيح، كنت ما صدق اني في عيد ميلاد زميله من زمايلي روح واخده العود، وكان في جنينه جنب البيت روح قطفه ورد واخده، قال يعني انا بعمل عيد الميلاد وروح واخده الحفله مقاوله. ف كنت طول النهار يعني ما فيش تلميذة إلا عايزة أروح أغني لها. وبعدين في الفصل المدرسة كنت دايما أطلع الأولى في الأناشيد. في الأناشيد بس ولا في؟ لا في يعني لا بالنسبة الأولى في الأناشيد، بس الثالثة كنت في الدراسة بالنسبة للمواد الثانية. فالحقيقة كانت النظرة كانت تكرهني جدا. طبعا وقتها كان الفن عيب يعني. فمرة أنا كنت ببحث الإذاعة فين؟ عايزة أروح الإذاعة. كان بس اعرف في اي فنان يدلني على الاذاعه، عايزه اروح الاذاعه. فكان وقت الحصه كان في جارنا اسمه حبيب الدين دشلي، راجل ده بيعرف الموشحات وراجل بتاع ربنا تقي وبيقدر الفنانين وبيشجع الفنانين، فالراجل ده كنت يعني بتلجئ له دايما، فاروح له قلت له انا عايزه، كان هو نفس الوقت كان مرن سعاد محمد. فرحت اتعلم عنده تواشيح وادوار، لاني مش عايزه اعمل اغاني خفيفه، عايزه يعني تبتدي بدايه قويه، تبقى يعني بغني اغاني يعني دسمه. فقعد يعلمني تواشيح وادوار،
والريتم ازاي اخش يعني وليالي وحاجات ونغمات. فبعدين بعد كده يوم اتاخرت انا عن الفصل، كنت باخد درس فرحت المدرسه متاخره شويه يعني. هي كانت طبعا يعني هي من الاساس يعني مستنياني لها موقف من فانا دخلت لقيتها بتقول لي انت مفصوله من المدرسه ازاي، انت واحده بتفوزي الاطفال بتغني مش عارفه. قلت لها انا بغني بشرفي. طبعا انا ندمانه عشان قلت لها الكلام طبعا، لاني كان المفروض يعني فعلا ما طبعا كان عذره ما المفروض فعلا كنت احترمها فعلا يعني. هي فعلا بتوجهني لاني المفروض ملاش دعوة اني انا عندي درس او حب للغناء او وهي ملاش طبعا هي لا فنانة ولا حاجة بهمها الدراسة طبعا. طيب هل كان لموقف الناظرة هذا دور في اصرارك على الغناء؟ يعني تصوري المدرسة بتاعتي كانت حنينة علي قوي وكانت بتشجعني، ودايما كانت حتى هي المدرسة بتاعتي تعمل حفلات في البيت وانا كنت احيها لها. بس الناظرة هي اللي كانت معقدة من المهنة مش عارفة ليه. فعلا لما طردتني من المدرسه رحت بعيط خلاص مستقبلي ضاع. رحت الاذاعه. كان سنك كتير 13 سنه؟ لا كان عندي 10 سنين. 10 سنين. رحت الاذاعه للدنيا، كان وقتها محبين سلام وارد نجاح سلام المراقب الموسيقى هناك. فرحت قلت له انا عايزه اغني، فعملوا لجنه سمعوني قالوا لي غني ايه. قعدت اغني اغاني فاكره اغنيه ليلى مراد، اغنيت حاجه لنور الهدى وقالوا لي وقتها تعرف تغني ازاي عندي يا خضر مش انا مش فاكراها بتاعت عبد الوهاب. قلت له لا ما اعرفهاش. فالمهم قال لي روحي البيت واحنا هنبعت لك جواب. كل يوم واقفه على الباب مستنيه من الشباك رد الاذاعه البريد جه ولا لسه. فطبعا لما جاني الجواب بالقبول لقيت طبعا الدنيا مسيعاني، وقعدت طبعا عملت حفله للجيران كلهم جمعتهم غنيت فيها طبعا. كنت اجيب العلب السردين العلب الصغيره اروح عامله، كان عندي حوالي 7 سنين او 6 سنين حاجه كده، كنت اجيب العلب السردين اخرمها واروح عاملها ميكروفون بيني وبيني ولاد صغيرين بالجيران يعملوها يحطوا سلك او خيط عشان بتوصل الصوت اغني بالمايكروفون. بعدين كنت البس فساتين ماما. كان عندنا في عندنا اوضه عاليه عن البيت كله خشبه مسرح يعني. والله تصوري صحيح يعني السهل سبحان الله. رحت لابسه فستان ماما، لابسه كعب عالي، مسرحه شعري اني قال يعني مطربه انه اول ما افتح الباب سقفوا جامد. فافتح الباب رصهم كده احط العود والكرسي ان جايه المطربه الكبيره هتغني، او افتح الباب هي سقفوا والان اقول لهم مع فايزه احمد. انا وقتها ما كانش يعني اسمي فايزه احمد. انا ماما سمتني فايزه قال يعني كنت انا اصغر اخواتي يعني اني انا حفوظ ان شاء الله كده بتقول على اخواتي. فانا فايزه الرواز والدي اسمه احمد. انا حسيتها موسيقيه فايزه الرواز مش موسيقيه. فقلت لها ماما قولي لي فايزه احمد. فعملت فايزه احمد. فايزه احمد. يعني هذه قصه يعني بالنسبه للاسم يعني. طيب فاكره الاغنيه اللي تقدمتي فيها لاختبار الاذاعه؟ الاغنيه اللي لحنوها لي بعد كده. يعني بالاغنيه اللي تقدمتي فيها الاختبار نسمع شويه. ما بقول اغنيه الاختبار كانت قلت لك اغاني لنور الهدى وليلى مراد اجري يا مي فاكراهم طبعا. وبعد كده لما ادوني عمل لي لحن اسمه الاستاذ يوسف فاضل وكلمات محمد علي فتوح. فطبعا كان لحن فعلا ثقيل جدا. فغنيته وصار يتريقوا علي كل الاهل الحي اللي عندنا هنا في المكان اللي ساكنه فيه كل قاعد يتريقوا علي اني ايه ده بتغني ايه ده حاجه ثقيله زياده يعني. قعدت ليه تخوني ليه تخوني بعد ما سلمت لك قلبي وروحي والعيون وهبت لك. قعدت تتريقوا علي ايه بتقولي ليه سخني طبعا عشان يعني لسه مطربه ناشئه وتبدا في لحن. بس فعلا تعذبت يعني. انا لما ابتدات الطريق الصعب ده كان فعلا صعب عليا جدا. بعد كده ابتديت يعملوا حفلات في الاذاعه اللبنانيه كل شهر
يقدوني 4 أغاني. استمريت طبعا، كان بيقدوني كام؟ 25 ليرة. 25 ليرة لبناني في الحفلة. بعدين قلت أنا مش معقول أتمني متجمدة كده. أنا من نوع زي ما سبحان الله يعني تحب الحركة يعني. زي ما كنت إني حاسة بنفسي إني في ربنا مأديني موهبة. تعرفي إن أهم من الموهبة إن الفنان يكون عنده إصرار وعنده صمود، يكون عنده اقتناع بموهبته أولا وما ييأسش. عارفة اليأس؟ يعني أنا دخل في حياتي فشل كتير، يعني لو أنا فكرت بالفشل اللي حصل لي ما كنتش استمريت خالص. فأنا حسيت إني الله أنا قاعدة محدودة بغني. كانت وقتها في معايا فيروز، كانت كورال في الإذاعة اللبنانية، فكان وقتها في إذاعة الشرق الأدنى كان في صبر الشريف. فاكرة إني أنا عملت ديوتو أنا وفيروز، كان لحنه لنا حليم الرومي بالشرق الأدنى. بعد كده قلت أنا مش معقول حتمني يعني نطاق إذاعة بيروت. أخذت بعدي ورحت لإذاعة سورية، عملت امتحان. قالوا دي كان عندي وقتها 13 سنة، قال دي ما تصلح أبدا الغناء ولا ممكن دي يوم من الأيام تبقى مطربة. قعدت أعيط أعيط، إزاي ما فيش فايدة الراجل، إزاي فشلت. وقعدت أعيط، غبت سبحان الله 3 سنين. كان عندي يعني مثلا 16 سنة كده. رحت بقى الإذاعة السورية نفسها، غنيت أغنية اسمها قولولي فين الدواء. نفس الراجل اسمه شفيق شبيب، ما بيعرف إني أنا نفس اللي عملك الاختبار قبل 3 سنوات. ما يعرفش إني أنا فايزة أحمد. إيه اللي كان عندي 13 سنة أبدا. سمعني الله، إيه الصوت ده؟ عملني درجة أولى، بقى يجيب الناس القدام والناس اللي بيسمعوا كويس، يقول لهم تعالوا اسمعوا الصوت الموهبه اللي انا اكتشفتها. طبعا يقعد يقول لي ايه، هو راجل كان بتاع ربنا واصل فعلا الى الله سبحانه وتعالى، كان راجل تقي. يعني ما يجي يسلم لازم يمسك منديل عشان يسلم عليه، بقى يعني كده زي السيف. هو كان مراقب الموسيقى في الاذاعه. قام قال لي إيه، يجيب يقول لي انت فايزه، انت اسم والله العظيم وحياه ربنا زي ما بقول. يقول لي طبعا ما لي ناجحه ولا حاجه ولا شيء، يعني واحده يعني مطربه عاديه لسه بتبتدي تكون الاسم. قال لي انت، انا يعني لغايه دلوقتي كلمته دي بتجيبني، انت فائزه اسم على مسمى. انت اسمك هيبقى كوكب في العالم، هيبقى نجم مش عارفه ايه. انا بص اقول يا رب، قول له انا اللي من 3 سنين فشلتني. يعني انا ما كنتش مصدقه ان الراجل يبقى مقتنع بيا. عمل لي درجه اولى، فيعمل لي 4 حفلات. كان وقتها اعظم مطربه في الاذاعه كانت ماري جبران، كانت مطربه خطيره فعلا، صوت كانت بتغني الادوار القديمه والموسيقى، بس مطربه عظيمه حقيقي. فعمل لي زيها 4 حفلات، 3 ساعة اغني على الهوا على طول وتتسجل، وتاني يوم الظهر تتذاع الحفله. يعني اذا قولي مرتين تعاد الحفله، تعاد الحفله. فانا طبعا قلت الله مش ممكن اتمني برضه بالحدود ده. طيب الاغاني هذه اللي كانت تذاع الحفلات اللي تعمل لك، هل كانت اغاني خاصه بك ام اغاني لمطربات؟ لا لا، عمري ما غنيت في الاذاعه غير اغاني خاصه لي. يعني حاجه خاصه لي انا كنت. طب هل تذكرين الاغاني في هذه الفتره شنو كانت؟ فكرة موشح اسمه انسحوا عن ناظري كحل السهاد، وانفضوا عن مضجعي شوق القتادي، مش فاكراهم. كنت بغني موشحات، وبغني حاجة اسمها مش فاكرة، يعني ليش دخلك ما اجا منك خبر، مش فاكرة. وبعدين قولوا لي فين الدواء، حاجات كتيرة قوي يعني منوعات. مين كان يلحن لك في هذه الفترة؟ كان بيلحن لي يوسف فاضل، رفيق شكري، وملحنين من لبنان مش فاكراهم طبعا. ومن الإذاعة السورية برضو ملحنين، سكر عبد الفتاح، سكر. محمد محسن ومحمد محسن فعلا برضو محمد محسن. ففعلا كنت بعمل شغل، بس أنا برضو مش مقتنعة إني حأوصل لهذا الحدود بس. فكنت بعمل إيه، كن صايمة في رمضان، فلازم أصحى أقوم أصلي الفجر
وما صلي الفجر، تم يصحي لغايه ما صلي الفجر، روح سافر على دمشق اغني الساعه 11 الصبح، اسجل اسجل وارجع بنفس الليله اغني في الاذاعه اللبنانيه على الهواء علشان الحفله الثانيه 9 بالليل. كنت عندي حفله على الهواء عشان الحق اعمل حفلتين، وانا كان عندي وقتها القرحه بالاثنى عشر، كنت فعلا بموت بوقت هذا، ما كنتش بيهمني صحتي قد ما انا كنت عايزه حب الغناء وانطلق، تريدي ان تصلي باسرع ما يمكن فعلا. طيب هي نقطه انطلاقك يتهيألي في القاهره اثناء ما جيت زياره للعلاج. هو انا كان عندي انهيار عصبي، عملت حادثه سياره، جت ضربه هنا وتعورت وجاني شوك في دمشق في العراق، ففقدت الذاكره وبقيت ناسي اسمي ومين انا واسمي ايه، وبقى يجيني وهم، مع اني انا وقتها ما كنتش بخاف من حاجه في الدنيا غير من الله سبحانه وتعالى. اتقلب علي نكد، يعني كل الهموم اللي في الدنيا جتني، جميع الحاجات ما اعرفش يمكن مختزنه بطفولتي جتني، بقيت اخاف من الموت، اخاف من الحياه، اخاف من كل حاجه في الدنيا، اخاف من، يعني اقعد اعيط بالدموع، اعيط اعيط، امي توديني الشيوخ، مش عارف ايه، ما خلت حاجه، وانا مش عارفه علاج ايه. بقيت اخس خس 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 لغايه ما بقى وزني 47 كيلو، خسيت فعلا، بقيت هيكل عبد. فبعدين قالوا لي فايزه انت، رغم هذا ما كنتش بيئه، عيانه، عندي انهيار عصبي، صحتي وحشه، اعصابي تعبانه، نفسيتي مرهقه، مفيش حاجه في الدنيا مريحاني، برضو كنت ما بتخلاش عن فني، فاروح ايه اغني، يقولوا لي ايه، يقول لي يا فايزه انت لازم تسافري القاهره. اقول لهم في مثل بيقول يا رايح مصر مثلك الوف، ازاي انا هتشهر في القاهره؟ يقولوا لي انت لو رحتي مصر هتعملي العجب. ففعلا انا فعلا وقتها كنت منهاره فعلا جدا، وجيت القاهره، وكان وقتها احمد سعيد كان الاذاعه السوريه اشتروا لي لحن من احمد صدقي هنا، كان مدير البرامج اذاعه السوريه كان صباح الابادي، فجاب لي الحان من احمد صدقي، فهم سمعوا صوتي في الاذاعه في القاهره، فادوني دعوه اني اجي على مصر. فانا لما جتني دعوه قلت من تغيير هوا وشوف تجربه يعني، فرحت الإذاعة، قابلني الأستاذ بتاع الموسيقى شجاعي، فقام قال لي طيب تغني إيه يا شاطرة؟ طبعا صغيرة ورفيعة، قلت له بغني موشحات، قال يعني بضرب الحال، قال لي أول ما شطح نطح، قلت له نعم. أنا ما كنت بقى وقتها ما اسمحش حد يكلمني أي كلمة، قال يعني أنا معتزه فني وكرامتي، ما احبش ومش محتاجه فلوس، يعني انا مش جايه اساسا يعني عشان فلوس، انا جايه اقدم فن وهدي اعصابي. فقال لي طيب سمعينا يا ستي اللي طالعه لي، يعني قولي. قمت قلت له موشح كل ده يطلع منك؟ قال لي طيب. راح ثاني يوم قال لي فاكره الموشح اللي قلتيه امسح وعن ناظري ممكن نسمعه؟ مش فاكره والله، اللي تفتكريه منه شويه، افتكري اول الكلام وبعدين نسمع. فاكره امسحوا عن ناظري كحل سهادي، وانفضوا عن مضجعي شوك القتادي. فاكره امسحوا عن ناظري كحل سهالي، وانفضوا عن مضجعي شوق القتادي. فاكره الله، يعني كنت طالع بعمل كده موشحات. ثاني يوم قال لي، قلت له يا استاذ شجاعي انا مش عايزه اغني اغاني بتاعتي، كنت اسجل الحاجات. قال لي عايزه ايه؟ قلت له انا عايزه اغاني مصريه. قال لي يعني طيب طولي بالك. قلت له لا انا جايه اساسا عايزه اغني مصر. طب عايزه مين يلحنك؟ قلت له عايزه محمد الموجي، كنت معجبه جدا بالحانه. ف اول حاجه اتقابلت مع محمد الموجي، قمت انا اجمل معجبه بفنه وبالحانه، رحت انا طبخاله
عملت له رز فول طبعا عملته لكمه. ويقال هو يحب يعني لا كترت سمنه كترت مكسرات عايزه احتفل بيه فطبعا مسكين مصارينه مش متعود على الاكل ده طبعا اكل اللبناني السوري. فسمعني شويه اغاني قلت له لا دول مش عايزاهم. قال لي عايزه ايه؟ قلت له عايزك تحضري حاجه انا بحس الموجي هيعمل لي لحن كويس. تاني يوم رحت الاذاعه فكان عنده ملحن اسمه فؤاد حلمي. انا ما بعرفش فؤاد حلمي ولا عمري شفته. فكانت قاعده الزميله احلام المطربه قالت لي فايزه قال لي شجاعي الله يرحمه قال لي عندي كلام يجنن اسمه انا قلبي اليك ميال وما فيش غيرك على البال انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا عزاز. قلت له الله يجنن. قال لي هنأديه الاستاذ فؤاد حلمي. قلت له لا انا مش عايزه فؤاد حلمي انا عايزه استاذ محمد الموجي. هي احلام يعني كسفت يعني راجل يا فايزه ده استاذ فؤاد حلمي ده اعظم ولحن انا ما اعرفش انا مش عايزه فؤاد حلمي انا عايزه فؤاد محمد الموجي. ايوه انا طبعا بعد ما خرجت قال لي دي المفقوصه جايه لسه ما طلعتش من البيضه جايه حضرتك كمان تفرض ارادتها علينا تطلع. بعد كده لما نجح قعد يقول لي دمه خفيف يا ريتني قلت له روحتي ضربتيني كنت مستعد اسكت بس انا كنت جيت اعمل لك الحنك يا غني. عملت انا قلبي لك ميال وغنيتها. بس هي كان يعتلي بدايه شهره فايزه احمد من خلال اغنيه انا قلبي لك ميال. صح. طيب نسمع شويه منها. غني معايا. انا ما اعرف اغني. لو عارفه اغني ما صرت مذيعه. ما فيش مذيعه ما بتغنيش. لا مش طالما صوتك حلو مش لازم تكون حلو في الغناء ممكن يكون حلو في الاداء. طيب يلا ساعديني طيب المزيكا اوكي يلا. انا قلبي ليك ميال وما فيش غيرك عالبال انا قلبي ليك ميال وما فيش غيرك عالبال انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزال. ممتاز. بعدها كانت يما القمر على البال. لا اللي حصل اني سجلتها وسافرت قاموا باللجنه في ملك الدنيا عليا ود حب حنيه خلتنا حب الدنيا طول ايام ولياليه. انا عندي بحه ربانيه يعني يعني جرح الصوت مش اي حد يقدر تجي له دي مش منفعله يعني بتيجي من احساس الانسان بيكون بيغني فعلا. فانا جاتني البحه صوتي اللي انا طبيعتي في صوتي في بحه فقاموا قالوا لا لازم الاغنيه نرفضها. فقاموا قالوا طب الفنانه اللي سجلتها سافرت فلازم امام امر الواقع نقبل الاغنيه. فمره كده بيذيعوها مره كده الناس سمعت الاغنيه قعدوا يقولوا مين دي؟ مره بفتح الراديو لقيت جلال معوض تلت ساعه بالظبط بيقول اسماء التلغرافات. لم يحدث في تاريخ الاذاعه فعلا جت طلبات قد اغنيه انا قلبي لك ميال. فعلا كانت هي في وقتها اغنيه ناجحه جدا. كانت جديده جديده كمان على الناس. كان وقتها كله نقول انك انت هاجر ومش عارفه ايه وهاجرك. اول مره واحده تقول انا قلبي اليك ميال وما فيش غيرك على بعد التجربه هذه كانت يما القمر على الباب فين؟ جاني وقتها شركه اسمها كايرافون جم عايزين يتفقوا معايا على الاغنيه دي بالذات. فانا وقتها جيت قلت لهم طلبت مبلغ خرافي لان لقيتهم جايين يسيبوا معايا لغنى. هل هذا يعني غرور ام انت كنت تعتقدي ان فعلا تستحقي هذا المبلغ اللي طلبته؟ لا والله انا يعني اساس لقيتهم مش جايين يشجعوني يدوني الحان فطالبين غنوه واحده. عارفه الناس بيشجعوكي بيساعدوكي بدا حياتك طبعا تعملي لهم شويه تنازلات عشان كثير طبعا. فجاني محمد فوزي الله يرحمه قال لي يا فايزه انا زميل
وانا دلوقتي ببتدئ من جديد. انا دلوقتي الفن تقريبا ما بشتغلش، وبعمل شركه اسمها مصرفون. فاول افتتاحيه هتكون على وشي. قلت له يا محمد فوزي انا معاك ببلاش. فعلا جيت معاه ببلاش، وكانت انا قلبي لك ميال، وياما القمر على الباب. عملت للشركه اكتر من 200,000 جنيه، يعني عملوا مصرفون من الاغنيتين دول. فوقتها كان بليغ حمدي لسه ملحن جديد، يعني كان اساسا لما جيت هنا كان كان مطرب. فانا سمعته فعجبتني الحانه، قلت له محمد فوزي انا عايزه الملحن بليغ حمدي. قال لي بس ده لسه جديد يا فايز. قلت له انا عامله لك انجح اغاني فلازم تشجعني، جيب لي الحان من بليغ حمدي. عمل لي ما تحبنيش بالشكل ده. كتير كتير من ده وده، ما تحبنيش بالشكل ده. وتغير كتير من ده وده، ما تحبنيش بالشكل ده. وتغير كتير من ده وده، الحب مش غير وشغل، ده الحب أجمل من كده. Thank you.
ضعفنا وحرم خصمنا وبعدنا يا حبيبي دعنا لبعضنا وحرم خصمنا وبعدنا الحب مش جيرة والشكل ده الحب أجمل من كده. كانت لك تجربة في السينما في البداية مع نعيم عاكف وأحمد رمزي رشدي أباظة في فيلم، وبعدين مثلت فيلم آخر شيء هو أنا وبناتي. ولم تكرري تجربة السينما. أذكر مرة حفلة من الحفلات كنت رفيعة بشكل فظيع، فأنا بغني فعلا في منتهى الجمال، فنفسها كنت وقتها كم شوية عريان، فراحتي كانت يعني حرام فظيع، كانت الناس ما تعرفش ان كان عندي انهيار عصبي وانا كنت مريضة عندي القرحة، فيقولوا الله ويضحكوا على رفعي وانا قعدت اعيط اعيط بالدموع اني ليه يضحكوا علي اني انا رفيع. يعني فعلا انا 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 فعلا يعني بستعجب ازاي ربنا سبحانه وتعالى رجع لي صحتي واداني فعلا. يعني ليه بيقولوا فايزة مثلا تغير شكلها عن زمان؟ اللي تغير اني ربنا سبحانه وتعالى رجع لي صحتي، رجع لي اللي أنا كنت محرومة منه. طيب بالنسبة للسينما، يعني الآن بعد أن نضجتي فنيا وصار بإمكانك أن تختاري الموضوع وتختاري الأغنية وتختاري الكلمة اللي أنت تعتقدي أنها ممكن تكون ناجحة، ليه ما تعودي تكرار تجربة السينما؟ شوف أقول لك، فايزة أحمد عندما تزوجت محمد سلطان كان هو مبتدئ كممثل ناشئ، وبعد ارتباطه بالفنانة فايزة أحمد أصبح ملحن وله شهرة واسعة طبعا من خلال صوت فايزة. خلينا أن نعرف حقيقة هذا الرأي. هو ما في شك محمد سلطان موهوب، يعني لولا هو ما يكون موهوب وفي عنده موهبة مش ممكن كان ينجح. فأنا يعني كل اللي عملته اكتشفت هذه الموهبة وقدمتها بكمانجة حلوة، يعني ممكن يكون عندك مقطوعة موسيقية حلوة تأديها لعازف مثلا ما يأديش العزف الإحسان، ممكن تأديها نفس المقطوعة للأستاذ أحمد الحفناوي يقوم تقولي الله، عارفة إزاي؟ فأنا اللي حصل أن هذه المقطوعات الموسيقية الحلوة اللي كان بيعملها فأداها للفاترينة أو الواجهة اللي بتقدمها أو تعرضها عرض جيد. صح. وبعدين أنت عارفة يعني أنا مخلصة بشغلي، وبعدين بفهم يعني أعرف مثلا إذا الملحن عمل لي جملة وحشة أقول له غير هاي، مثلا قطعة موسيقية مش ناجحة أقول له مثلا لا دي مش حلو. شفتك فيها وانت مليئة بكلمة وضحكة وفرحة وعيد،
في بداية طريقك أنت تعاونتي مع بليغ حمدي وقدمتي مع أنجح الألحان. بعد ارتباطك بالفنان محمد سلطان، طبعا هذا الرأي مكتوب في إحدى الصحف وقرأته، أنه ألحان بليغ حمدي عبارة عن يونيفورم، يعني زي المدرسي أو زي اللي يلبسوا العمال، لا تتغير ذات قالب واحد. الآن بعد طلاقش من محمد سلطان غنيتي لمحمد لبليغ حمدي عفوا، وغنيتي لحن ناجح جدا، فممكن نعرف الرأي هذا، هل بليغ حمدي تغيرت ألحانه؟ لا، هقول لك ليه. روح قلبي، بليغ حمدي ملحن عظيم وحقيقي، يعني ملحن يعني فعلا من الشبان اللي فعلا عملوا علامة في الموسيقى العربية، علامات. فبليغ بيغني كويس، هو اساسا ما قلت لحضرتك مطرب، فاللي بيغنوا بيقلدوه، فاهم ازاي؟ بيغنوا زيه، فلما بيغنوا زيه تبتدي الالحان كلها زي بعض، تاخد طابع واحد. انا لما بغني ما بقلدش الملحن، بغني بشخصيه فايزه احمد، بحس انا الكلمه دي لازم اقولها كده، مش بفكر بالملحن بيقول ايه، لا افكر باحساسي انا. من هنا لما قدمت لحن بليغ حمدي طلع جديد خالص، عارفه، لان انت عملتي له اضافات من ذاتك، من تجربتك الغنائيه. لا طبعا، بصوتك الحلو، بادائك. مثلا اذا جمله ما عجبتني اقول له يا بليغ غيرها لي، مثلا كلمه ما عجبتنيش شلي دي. وبعدين بالعكس بليغ متعاون من الملحنين، يعني مش مثلا يقول لك لا 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 انا كده اللحن عجبني، زي الاستاذ عبد الوهاب برضه، يعني تحسي برضه يعني لما عملته قدرت تهجر معاه. برضو ما اقول له مثلا جملة مش عجباني ما يقوليش لا لازم تغنيها. فعلا الملحن العظيم يلي يستجيب للمؤدي اللي هيقدم له العمل، لاني انا لازم احس، يمكن تكون جملة حلوة جدا جدا بس انا مش حاسة بيها، فلازم المغني يحس، وبعدين نفس الوقت لازم المغني يحس الحاجة الفاشلة والناجحة، ودي مع الاسف مش موجودة متوفرة في الكثير من المطلوب. بالنسبة فعلا احنا سألنا الأستاذ محمد الموجي، لماذا لم تقدم لحن لفايزة خلال 17 سنة اللي مروا؟ طلبت ورفضت. ليش؟ يعني هل معقول انها كانت اولا دي يعني الصوت اللي انا برضو انشأته في بدايته وقفت جنبه وموقف كبير يعني، وخد مني فترة كبيرة كرعاية وكعناية، وتمام الجواز السلطان وقعدت 17 سنة لا تطلب مني اي تلحين. عندما انفصلت من سلطان تيجي انت ترضي ان انا لحن؟ لا بعد غير صحيح، لاني انا انت عارفاني اظني من طريقه كلامي اني انا لا اكذب، لاني اولا بعرف ربنا جدا وما فيش داعي، لاني انا استاذي الاستاذ محمد الموجي حقيقي، يعني هو اول انسان حبيت قدم لك لحن ناجح كذا لحن، فانا مش معقوله اليد اللي ادتها لي ده، انا طلبته بالتليفون بعد طلاقي من محمد سلطان ومستعده قابله قدامك وجه لوجه، وكانت مراته اميره سالم هذا، قلت له يا محمد اعمل لي شغل وعايزه، قال لي والله انا مرتبط بثلاث شهور بشغل مش فاضي. تقولي له ايه مال؟ تقولي له ايه؟ طبعا مش قلت له يا محمد طيب، طيب يا محمد اشتغل فكر لي وبعد ثلاث شهور سمعني، قال لي لا والله بعد ثلاث شهور بيكلميني تاني. معناته ايه يعني؟ هقعد انا مثلا يعني اتذلل يعني واتذلل له يعني؟ المفروض يقول لي اهلا وسهلا زي ما بليغ حمدي. قلت له يا بليغ الفترينه بتاعتي تحت امرك، قدم اللي انت عايزه. قال لي لدرجه لما عمل اللحن الحلو بتاعه شاف الصدى جميع العالم العربي، التليفونات، التلغرافات، الشربات اتوزعت في البيت كان في فرح، حسيت بليغ حمدي ضحكته يعني لغايه بقه كل وشه مفتوح ضحك والسعاده نصر الفنان مش بالفلوس صدقيني طبعا، يعني لا اهم شيء نجاحها عند الجمهور. يعني انا لو جبت مليون دينار
وزعت على كل واحد دينار دينار وقلت له حبني مش ممكن حيحبني، لان الحب ده بيجي من الله لا بالفلوس ولا بالدعاية. فهو فعلا لما حس ان هذا النجاح ربنا ادهوله من فترة طويلة، طبعا ما كانش عامل مع صوت كبير بعد وفاة عبد الحليم حافظ، فحس بنصر كبير جدا، فقال لي انا مش همشي انا قاعد بقى، لا يمكن انا بقى ليل ونهار هشتغل. يعني فتحت نفسه يعني اعطيتيه دفعة جديدة انه يستمر ويواصل. طيب ممكن نسمع شيء من الاغنية هذه؟ لازم تاخذ الشريط، ناخذ الشريط احنا بس نسمع بصوتك الان بدون الموسيقى، لان انا يتهيألي بتكون الاغنية فيها شيء من الجمال لا يقل عن جمال الاغنية الكاملة مع الموسيقية. صحيح. اقول لك مقطع، كرسي اصلا مش مريحة مش عارفة. حبيبي يا متغرب قرب لي قرب، حبيبي يا متغرب قرب لي قرب، بتسافر الجوابات مليانة بالحنين مليانة بالأهات الأهات الأهات، بتسافر السلامات تفكر الغاليين بأحلى الذكريات الذكريات، بتسافر الجوابات مليانة بالحنين مليانة بالأهات الأهات، بتسافر السلامات تفكر الغاليين بأحلى الذكريات الذكريات، حبيبي يا متغرب قرب لي قرب، حبيبي يا متغرب قرب لي قرب، حبيبي يا متغرب قرب لي قرب، ولا لا 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 طولت الغيبة يا عم، ولا لا 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 وحشاني الابتسامة، حبيبي يا متغرب قرب لي قرب، حبيبي يا متغرب قرب لي قرب، وتعالى بالسلامة يا عيني طولت الغيبة ياما، وتعالى بالسلامة يا عيني وحشاني الابتسامة، غايب وناسيني ولا فكرني وشاريني، راجع يا نور عيني ولا مش ناوي تجيني، غايب وناسيني ولا فاكرني وشاريني، راجع يا نور عيني ولا مش ناوي تجيني، سلمى يا سلامة هديني بالسلامة، غايب وناسيني ولا فاكرني وشاريني، راجع يا نور عيني ولا مش ناوي تجيني، حبيبي 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 يا متغرب قرب ليا 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 قرب. الله. في الواقع رأي في إحدى المرات قلتي بأن محمد سلطان أخذ من محمد عبد الوهاب الذكاء الإحساس الذكي، فهو يعرف طبقات صوت المطرب الذي يلحن له، كذلك ألحانه كلها ناجحة نظرا لأنه عنده الإحساس الذكي. هل قلتي هذا الرأي لأن محمد سلطان كان زوجك، ونازلتها عند هذا الرأي؟
لا اصل محمد سلطان تلميذ الاستاذ عبد الوهاب. يعني لما كان بالصغر هو عنده 14 سنه كان بيزور الاستاذ عبد الوهاب في اسكندريه. كان باستمرار بيروح له بيعزف عود، وكان هو اساسا محمد عايز يطلع مطرب، وحتى عبد الوهاب خده للاذاعه. وقتها راح يغني صوت اتحاش، يقول له بقى غني يا اخي غني، كنت بتغني زي اللبلي جرالك ايه؟ الله يكسفك كسفتني. ان يطلع صوته ابدا، قعد يسجل له حوالي 5 ساعات وبعدين ما قدرش يعمله كمطرب. كان عبد الوهاب عايز يكتشفه كمطرب. وبعدين طبعا هو يعني يعني اتجاهه الاستاذ عبد الوهاب يبقى اساسا فعلا هو من مدرسه عبد الوهاب. طيب عارفه ازاي؟ طيب مدام فايزه في الواقع احنا الاقوال هذه بنقولها ناخذها من بعض الصحف نقتطفها. عن المحنين مثلا قلتي ان الموجي لون متفرد ولكنه يتعامل بالقطاره، المقصود بالعباره هذه؟ لا اصلي استاذ الموجي مليان مزيكا ما في شك، بس من نوع يعني مش متحمس قوي، يعني ما عنده انتاج كثير، يعني مش منتج كثير يعني باستمرار، يعني ما تحسيش مثلا يجري عشان مثلا يقدم عمل ناجح ولا حاجه، يعني ما عرفش ليه اختار يعني الموجي من ملحنين العظماء. فيعني انا مثلا انا كمطربه لا محتاجه شهره ولا محتاجه فلوس ولا محتاجه حاجه، يعني الحمد لله مش مليونيره، انا مستوره الحمد لله. الانسان مش مهم يعني يكون عندي كنوز، الكنوز هي القناعة. فانا الحمد لله بحس نفسي غنيه فني. فانا لما بحس نفسي اني انا ما قدمتش جديد، ما قدمتش لحن حلو، وبحتجن ما نمش الليل لدرجه بيجيني سبازم في المعده، بتبقى معدتي بتتقطع، عايزه لازم ما اسمع حد عامل لحن احسن مني. بتلاقيني مش مثلا عايزه اذيه لا سمح الله، انما هي المغيره الفنيه، لاني اتحمس واكلم الملحنين واكلم المؤلفين لازم تس... فده مش موجود عند الموجود. لما القمر على المدى نور اماني، لما القمر على المدى نور اماني، لما القمر على المدى نور اماني، يما أرد الباب ولا أناديرو أناديرو يما أما.
لوحده جاي هنا هنا بمص من الشباك لمحته جاي هنا في طلعته نور علي كان عبد الوهاب بأنه اعطى في فتره من الفترات اعتنى بصوت نجاة او اعطى نجاة الحان اكثر مما اعطى لفايزه. يعني بفتره لما كنا طبعا لسه صغيرين كنا لسه يعني كان هو طبعا محتضنها طبعا اكثر مني. يعني بعدين انا عملت له لحن وقدرت تهجر على ما اعتقد انه يعمل عمل كان حلو ناجح. تعاونتي مع مجموعة كبيرة من الملحنين، من تعتقدي من الملحنين فهم أبعاد صوتك أكثر بواحد؟ والله كل ملحن أداني لحن جميل ونجح معايا بكون فهم صوتي. يعني ما نظلمش حد. يعني الملحن اللي أداني جملة حلوة وقدر يوصلها للناس لازم يكون هو فهم أبعاد فهم صوتي. لكن ما في هناك تفضيل لملحن على آخر مثلا؟ أصلي أقول لحضرتك الفن زي الفاكهه. يعني مثلا بتحبي تاكلي ساعات موز، تاكلي تفاح، تاكلي رمان، تاكلي مانجا. كل ملحن ليه طعم وليه لونه وليه احساس، عارفه ازاي؟ فطبعا في ملحنين طبعا ما لا يمكن فيهم اي طعم يعني. بس يعني بقول لك يعني هم الملحنين معدودين على الصوابع كم واحد هم فيهم يعني موهبه الجيده. في عام 63 قمت بمحاوله تلاوه القران وقدمت طلب للإذاعة بأن تسجلي. قراءة القرآن الكريم فعلا بتسكل الصوت. يعني لأن أنت ما تقرأي قرآن تحسي نفسك أن صوتك نفسه بتمرنيه ونفس الوقت تذكر الله سبحانه وتعالى تأدي كلام الكريم الله. يعني القرآن الكريم يعني أشرف الآيات يعني. فانا فعلا انا من النوع اصلي انا مؤمنه بالله سبحانه وتعالى. حتى لما بمرن صوتي في البيت تفتكري ما بمرن صوتي بقول ايه؟ بقول الله، بذكر الله سبحانه وتعالى، بحس ان الله دائما معانا كلنا. يعني هل الفكره لا زالت في ذهنك انك تسجلين تلاوه القران بصوتك؟ بس ممنوع. ممنوع. يعني قدمت الفكره ورفضت؟ رفضت. طيب كانت لك تجربة في المسرح الغنائي، تجربة وحيدة ولم تكرريها. قدمت عمل وطني. بينما يعني باستمرار تحب الأغنية الفردية. لا تعرف. بينما يعني الأغنية المسرح الغنائي مسرح يعني. أنا رأيي إن المسرح الغنائي هو اللي أكثر، هو اللي حيبقى. وهو اللي بيأدي العمل فعلا إتقانه والتعبيري. بس مع الاسف هنا بالذات ما اعرفش ما بيهتموش بالمسرح الغنائي. مفروض يعني كل مثلا 6 شهور لازم يجيبوا فنان ستار او فنانه ستار ويعملوا اعمال كبيره للفن، لان دي الصوره اللي بتقدم للفن الرفيع وللاستمرار للاغنيه العربيه. لان اللي هو ايه اللي عباره عن المسرح الغنائي؟ ان فيه سكريبت وفيه سيناريو وفي إضاءة وفي مسرح وفي ديكور، في يعني بتعبري مظبوط فعلا في الأغنية المسرحية. فده مع الأسف ما أعرفش ليه بقت التجارة أقوى من الفن. يعني لو توفر لك نص لمسرح غنائي هل تشتركي فيه؟ طبعا. وبعدين في تمثيل وغناء وما شابه. طبعا. أنت عارفة حضرتك يعني افراد ما بيقدروا يعملوا مسرح غنائي لان بيكلف، عايزه طبعا امكانيات. وبعدين انا رايي يعني شوفي حتى في باريس تلاقي عاملين مسرح غنائي، في لندن، في العالم كله الا في بلاد العربيه، مش فاهمه ليه. وبعدين ما فيش مسرح،
يعني المسرح انا اعرف لما يعني مسرح اقدم فن يعني يكون في الكتروني، المسرح يتغير بثواني، الديكورات تتغير بثواني، انما مش تقفل الستاره طخ طخ اسمع صوت الشاكوش واسمع صوت مش عارفه ايه وصوت مفروض. احنا لحد الان في العالم العربي نفتقد الى التقنيه الفنيه، ما ان احنا اغنياء بفننا حقيقه. مدام فايزه، انت بدات رحلتك مع عالم الاغنيه بالاغنيه القصيره في البدايه، ولكن بعدها اتجهتي الى الاغنيه الطويله. يعني بلا مقطوع عن حديث كان نفسي مسرح الغناء يتعمل زي مثلا ايه، يبقى مثلا مصري كويتي سعودي مشترك، يعني تكون جميع يعني الامه العربيه تجتمع عشان تعمل توليفه عربيه تشترك فيها كل العناصر من الدول العربيه. بده عمل شوفي حيعمل ايه. انت كانت لك تجربه غنيتي الحان في الكويت؟ غنيت من المرحوم عوض الدوخي، كانت حلوه قوي. بالنسبه للاغاني القصيره بتكلميني لا نقف شويه عند اغنيه عوض الدوخي. في اتهام في الواقع يوجه لفايزة أحمد، يقال بأن في بعض الحفلات طلب منها أن تغني هذه الأغنية، أغنية عوض دوخي صوت السهارة، ورفضت تغنيها، وهذه لفترة كانت فعلا يعني تفتكر كده زعلت الكثير من الفنانين في فترة من الوقت. تفتكر كده؟ أنا ما أعتقد، يعني أصل الموسيقيين مش حافظينها، وبعدين الفنان بيطلع على المسرح إزاي تطلع على المسرح وأنت مش عاملة بروفا على عمل، يعني اصلا مش ارتجالي طبعا، عارفه ازاي؟ خاصه لو انت من فتره طويله ما غنيتيها فمن الصعب. وبعدين النوطه مش موجوده عندي، حتى ما ادوها ليش النوطه بتاعتها، فاطلع على المسرح وبعدين طلبت مني مثلا لو انا حتى عارفه عشان ارضي الناس اللي طلبوها وقفت الموسيقى ورحت قايلها من دون موسيقى. طيب ممكن تقولي منها شويه؟ مش فاكره الكلام، فاكره صوت السهاره. وبعدين مروا علي عصريه العيد، صوت السهارة يوم عدوا ايه مروا علي، مروا علي عصرية العيد، أبطأ ركابة وراح يسأل علي، يسأل علي عصرية العيد، صوت السهارة يوم مروا علي عصرية العيد، أبطأ ركابة وراح يسأل علي عصرية العيد. ممتاز، انت فاكرة اللحن بس هو الكلام طيب للأغنية، نرجع للأغنية القصيرة، هل يعني لو قدمت لك أغنية قصيرة تعودي غنائها؟ أنا بغني أغاني قصيرة، يعني أنا بعمل مع الأغنية الطويلة بعمل الأغنية القصيرة، لازم التلوين. هل تعتقد الجمهور يعني خاصة ونحن في عصر السرعة والإنسان يتطلب الأغنية القصيرة لأن ما عاد عند الوقت أنه يقعد ساعة ونص يسمع الأغنية الطويلة؟ تعرفي إحنا شعوب يعني منحب الراحة، يعني منختلف تماما عن دم الأوروبي. يعني الأوروبيين يقولك مثلا الساعة 8، الموسيقيين مثلا اديك يعني عبره كده، موسيقي يقول لك الساعه 8، الساعه 8 ترام فرقه كمانجا خلاص كله لباك خلاص كله بيشتغل. احنا العرب انا مثلا يكون عندي بروفا اقول لهم الساعه 8 مثلا، الاقي الساعه 9 10، واحد جاي 10 ونص، واحد ثاني جاي الساعه 11. احنا بدمنا يعني انا مثلا عندي شقتي مثلا بوظف فيها، تفتكري مثلا حمام عشان اعمله بقالي 6 شهور مش عارفه اعمله ليه؟ لاني خلاص الراجل ما حد يلتزم في مواعيده، اخذ فلوس خلاص ينام عليهم لما يصرفوا يجي يشتغل. نحن ما بنتحمسش عشان نشتغل او عشان نعمل مجهود عشان نخلص اعمالنا، عارفه زي في راحه. انما في اوروبا بيقول لك الانسان ما بيشتغل ما بيعيش، لان الحياه غاليه والمعيشه ومتطلبات الحياه كثيره، وبعدين عايز يركب عربيه عايز. في الواقع مدام فايزه نريد ان نعرف هل استطاعت الاصوات العربيه الموجوده ان تسد الفراغ الذي تركت كوكب الشرق السيده ام كلثوم؟ اقول لحضرتك جميع الاصوات اللي موجوده وقت الحاضر كانت بعهد ام كلثوم. على ما اعتقد اللي كان ناجح بعصر ام كلثوم ما في شك بيكون قمه. يعني الفنان اللي عاصر ام كلثوم وكان واقف على القمه ف
يكون شيء خطير. يعني عهد أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد كنت تقدري توقفي تنجحي؟ ده مش من السهل، عارفة أقول لحضرتك. فهو أصوات ألوان، كل صوت له لون وطريقة. مفيش فنان يقدر يملى فراغ فنان، ومفيش فنان بيروح بيجي زيه أبدا. اللي بيروح ما بيتكرر. أسمهان راح جه زيها، عبد الحليم كان بعد عبد الحليم يقولوا إنه هو بيحارب الفنانين، وكان بيقولوا إيه إنه هو وجوده مش مخلي فنان يطلع. بالعكس لما مات عبد الحليم حافظ الشبان ما عادش فيه أصوات، يعني أنا بلاقي فيه فلس في الغناء، صوت الرجال، وما فيش حماس. عبد الحليم كان بيحمسهم، كان بيشتغل كلهم بيتحركوا، عارفة ازاي؟ فحقيقي ما فيش موهبة حد بيقدر يقف لطريقها. الموهبة الكويسة هي اللي تفرض نفسها. صح. طيب مدام فايزة، في الواقع هناك لقبين اطلقوا عليك، هو كروان الشرق ومطربة الأسرة. بأي اللقبين يعني حضرتك تحسي يعني هو اللقب المعبر عن فايزة أحمد الفنان؟ فايزة أحمد وخلاص. وتصحي من الأذان وتيجي تشقري.
نحن في ختام برنامجنا عادة نعرف ما هي مشروعات الفنان المستقبلية. طبعا المستقبل عند الله سبحانه وتعالى، بس يعني بإذن الله في بعد لحن أستاذ بليغ حمدي، سيد مكاوي عامل لي لحن اسمه مش كتير على قلبي، وحلمي بكر برضو بيجهز لي عمل كبير، أستاذ الموجي برضو لازم بالامر تعملي معاه محاوله لاني استاذي لازم نرضيه حتى ما ازعلش منه، يعني يحضر لي غنوه برضه ان شاء الله، يعني في باذن الله. طيب اي لحن سيد مكاوي هل هو جاهز؟ لسه بيشتغل فيه، بس ان شاء الله حيعجبك. طيب مدام فايزه، في ختام هذا اللقاء نود ان نسمع شيء قبل نقول للمشاهدين مع السلامه، تختاري شيء. يما القمر على الباب نور أنا ديله، يما أرد الباب ولا أنا ديله، أنا ديله يما أما. في نهاية هذا اللقاء عزيزي المشاهد نشكر الفنانة المطربة فايزة أحمد، وشكرا لك. شكرا لك.